أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها ما يحدث في تعز ولماذا كل هذا الاستهداف لهذه المدينة. تعز المحافظة التي رفدت الكثير من مدن وأرياف اليمن بالمعلمين والأطباء والمهندسين والتجار، تعز التي لا يكاد يذكر اسمها إلا مرتبطا بالعلم والثقافة والمدنية والسلام، وهي المدينة التي لم يعرف عنها أن كانت حاضنة اجتماعية لجماعة دينية متطرفة أو جماعات مسلحة. تواجه تعز منذ ما يقارب العامين حربا ظالمة تكالب عليها تحالف 21 سبتمبر بشقيه الميليشيات الحوثية والألوية التابعة للمخلوع التي تحيط بالمدينة، ومورست خلال هذه الحرب كافة أشكال القتل والتنكيل والحصار، كل ذلك لتمرير مشروع الانقلاب والسيطرة على المدينة. غير أن تعز أسقطت هذا الرهان وتجمع أبناؤها من مختلف الأرياف ومن مختلف المهن والتخصصات العلمية ومن مختلف التوجهات السياسية والدينية ليصطفوا في معركة واحدة، معركة جديدة أجبروا على خوضها تاركين وراءهم وظائفهم مصالحهم وأسرهم التي طالها الخراب والدمار كلما استطاعت الميليشيا إلى ذلك سبيلا. حولت إذن تعز بفعل هذا الاعتداء إلى أكبر حقل للألغام وأكبر مترس للقناصة وأكبر ساحة للتجويع والترويع والقصف العشوائي الذي يبدأ كلما انتهى. في هذه الحلقة نتساءل ما الذي يريده الإنقلابيون من تعز، ولماذا الاستماتة فيها والإصرار على التنكيل بأهلها، وما الذي تمثله تعز بالنسبة للخارطة السياسية والعسكرية في معركة استعادة الدولة، وأخيرا على ماذا يراهن الإنقلابيون في تعز. كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفينا من صنعاء القيادي السلفي المقرب من جماعة الحوثي محمد طاهر أنعم، ومن القاهرة الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي. والبداية مع الأستاذ محمد من صنعاء بالسؤال المشترك. أستاذ محمد، ما الذي يحدث في تعز منذ ما يقارب العامين؟ كيف يمكن أن تصف ما تتعرض له تعز منذ عامين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تعز للأسف الشديد تتعرض منذ فترة طويلة لمأساة سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا بسبب التجاذبات السياسية، بسبب الفجور في الخصومة، بسبب إصرار عدة أطراف على أن تفرض رؤيتها وأن تفرض أجندتها. الجميع صار يتحدث باسم المدينة، الجميع يبيع ويشتري باسم تعز داخليا وخارجيا. أصبحت تعز سلعة يتشدق باسمها الكثير من السياسيين، الكثير من العسكريين، الكثير من الشخصيات الإعلامية وغيرها، أصبحوا يتاجرون باسم مدينتنا وباسم محافظتنا، يتاجرون بها في الداخل في الخارج لدى قيادات كثيرة. أصبح البعض يحاول أن يحصل على مكاسب سياسية لتعريض أبناء هذه المدينة للقتل. نعم، إذن سوف نعرف من خلالك أستاذ محمد من هي الأطراف هذه التي تتاجر بمدينة تعز داخليا وخارجيا كما وصفتهم. أتحول إلى الأستاذ عبد العزيز المجيدي، يعني كيف تصف ما تتعرض له مدينة تعز منذ ما يقارب العامين؟ باختصار، هناك حرب وحشية تقوم بها ميليشيات طائفية اختارت شن الحرب على اليمنيين بشكل كامل، وفي النهاية تعز هي جزء من هذا الشعب اليمني الذي تعرض لهذه الحرب التي قامت بها ميليشيات انقلابية متمردة جاءت من وسط الكهوف، ولديها مشروع لإعادة الناس إلى مشروع البطنين وحصر المسألة، مسألة الحكم في سلالة عرقية معينة، هي في النهاية تدفع ثمن لأنها البوابة الأخيرة لحماية الجمهورية، وبالتالي تحاول أن تدفع عن مستقبل اليمنيين هذه الهجمة الشرسة من قبل ميليشيات مرتبطة بأجندة إقليمية، وهي لا تعمل سوى
ذراع لإيران تحديدا، التي قالت إنها ستصل أو وصلت إلى منطقة باب المندب، ولا أعتقد أنها إيران تخطئ عندما تقول بأنها وصلت إلى باب المندب، هي تعني تماما أنها وصلت إلى مدينة تعز وسيطرت على هذه المناطق الاستراتيجية الهامة التي تجعل من تعز مطمع عسكري وسياسي وجغرافي لأي قوة تريد أن تسيطر على ممرات الملاحة في المنطقة. نعم، إذن هي حرب شعواء، أنت وصفتها بأنها يعني إيرانية بأدوات محلية. أشكرك جزيل الشكر يعني عبد العزيز المجيدي الصحفي، وأيضا أشكر الأستاذ محمد علي جابة على السؤال الأول مشترك. نذهب الآن، أدعوكما وضيفي الكريمين والمشاهدين الكرام متابعة هذا التقرير الذي يلخص أبرز محطات الوضع في تعز منذ الانقلاب، نتابع من ثم نعود للنقاش. تعد تعز المحافظة الأولى من حيث عدد السكان في اليمن، ويعتبر موقعها الجيوسياسي مهما كونها تربط المحافظات الشمالية بالجنوبية. شكلت تعز نواة المشروع الوطني في أكثر من محطة تاريخية، واشتعلت منها ثورة الشباب السلمية في 2011. في أواخر مارس 2015 اجتاحت ميليشيا الحوثي والمخلوع أجزاء من محافظة تعز إبان انقلابها على الدولة وبسط سيطرتها على المدن. في إبريل 2015 أحكمت ميليشيا الانقلاب حصارا كاملا على مدينة تعز ومنعت دخول المساعدات الإغاثية إليها. وفي أواخر إبريل أعلن اللواء 35 مدرع ولاءه للحكومة الشرعية. وفي ذات الفترة تشكلت مقاومة شعبية من جميع المكونات السياسية والاجتماعية في المدينة. وفي أكتوبر 2015 حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باب المندب من سيطرة الانقلابيين. استمرت ميليشيا الانقلاب بقصف الأحياء السكنية في تعز بشكل شبه يومي، وخلفت آلاف الضحايا المدنيين. في 24 من أغسطس 2015 أعلنت الحكومة تعز مدينة منكوبة، وفشلت منظمات دولية عديدة في إدخال أي مساعدات طبية إليها. في 21 من أغسطس 2016 تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر الحصار على المدينة من الجهة الغربية. في أواخر أغسطس 2016 تم دمج معظم مكونات المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، وتم توزيعهم على الألوية العسكرية. في أوائل نوفمبر الجاري حقق الجيش الوطني تقدما في الجبهة الشرقية، وحرر العديد من المناطق منها صالة وثعبات والمستشفى العسكري والجحملية ومعسكر الدفاع الجوي. لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش الوطني والانقلابيين، وما تزال الميليشيا تقصف الأحياء السكنية مخلفة ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي. إذن بالعودة إليكما ضيفي الكريمين، وتحديدا الأستاذ محمد من صنعاء، كنت تتحدث في توصيفك لما يحدث في تعز منذ ما يقارب العامين بأنه عبارة عن فجور في الخصومة ومتاجرة لبعض الأطراف بقضية تعز، ما الذي كنت تقصده بهذا الكلام؟ أقصد أنه كان يمكن تجنيب مدينتنا يعني هذا المصير المحتوم إذا تعامل العقلاء من الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية مثل ما فعل أصحاب مدينة إب وأصحاب مدينة الحديدة ومدن أخرى كثيرة في بلادنا، عن طريق العقل والتفاهم والتسامح والتصالح وسحب فتيل الأزمة والتعايش بين الناس، ولتستمر مثلا المعارك والمواجهات بين السلطة في صنعاء والسعودية والحكومة في أرياف وفي خارج المدن. أما ما حصل في تعز فهو للأسف الشديد حسب وجهة نظري أنه تمترست بعض القوى السياسية المشكلة من أحزاب المشترك مثل الإصلاح الناصري ومجموعات أخرى متشددة، تمترسوا داخل المدينة، تمترسوا بالناس، تمترسوا بالمساكين، بالمساكن، نعم أستاذ محمد، الأبرياء، ولذلك حصل الدمار والقتل داخل المدينة. نعم أستاذ محمد، يعني أنت بداية إجابتك كنت تتمنى أن تسلم تعز للإنقلاب كما حدث في الحديدة وفي إب، يعني على اعتبار أن هاتين المحافظتين سلمتا من أذية وبطش الميليشيا. ومن جهة أخرى أيضا تتحدث بأن الأطراف التي تشكلت منها المقاومة في تعز عرضت المساكن للقصف، يعني إذا كان الاعتداء جاء إلى تعز
والقصف إلى الأوساط المدنية، أين سوف تحتمي هذه الأفراد وهذه الجماعات وهذه المقاومة إذا كان كل شخص فيهم يحتمي أمام بيته والقصف جاء إليه؟ لماذا لم يأتي القصف إلى المساكن في مدينة إب؟ ولماذا لم يأتي القصف إلى المساكن والناس والبيوت في مدينة الحديدة أو دمار أو صنعاء؟ أليسوا مواطنين مثلهم مثل تعز؟ ولنأخذ حتى بالكلام المذهبي الذي لا نحب أن نتحدث عنه، يعني في إب في الحديدة، لماذا القصف على تعز فقط؟ ليست المسألة بهذا التبسيط الذي يحاول بعض أنصار المقاومة وأنصار السعودية التي تتدخل في بلادنا أن يبسطوه. المسألة هو أن إخواننا من قيادات أحزاب المشترك في بعض القيادات في الإصلاح في الناصري وبعض المتشددين من أصحابنا السلفيين أصروا على أن يستخدموا المدنيين في مدينتنا في مدينة تعز دروعا بشرية ويقاتلوا داخل المدينة ويعرضوا المدنيين للقتل والدمار. اخرجوا قاتلوا خارج المدينة، اذهبوا إلى الريف إلى الجبال، اقطعوا طرق الإمدادات. أما أن تقاتلوا داخل المدينة الآن الذي حصل الأسبوع، يعني غلطانين أبناء تعز أنهم دافعوا على أنفسهم من داخل المدينة؟ غلطانين أبناء تعز، كان مفترض أنه يعتدوا عليهم إلى تعز وهم يلتقوا معهم في مكان آخر. طيب أستاذ عبد العزيز المجيدي، يعني يطرح الأستاذ محمد مقترح أنه لماذا ذهبت تعز للحرب والاقتتال وعرضت أبناء هذه المدينة للدمار؟ لماذا لم تفعل مثل محافظة إب، مثل محافظة الحديدة، وسلمت للانقلاب وعاشت يعني هذه المدينة وسلمت هذا الخراب والدمار؟ هذا الحديث مضحك، دائما ما تردده أطراف الانقلاب بصورة واضحة وتتكلم وتقول بأن تعز كان عليها أن تتجنب هذا المصير، والذي سماه الأخ محمد بالمصير الحتمي، بمعنى أنه كان مصيرا حتميا، سواء تعز سلمت أو لم تسلم فكان عليها في النهاية أن تدفع ثمن دمار وخراب، حتى لو سلمت وسلمت للميليشيات كما شاهدنا في تسليم أبناء محافظة إب والمحافظة الأخرى في الحديدة وغيرها للميليشيات التي استباحت العروض والأموال وسيطرت على كل مفاصل الأمور داخل البلاد، بل وصلت إلى السيطرة على الممتلكات الخاصة. هو يتحدث ضمن خطاب يتم تسويقه من قبل أشخاص مزعومين بأنهم مستقلين أو محايدين كما يقال، وهؤلاء دائما هم في النهاية ظهير للميليشيات ويعملون بالمساندة لها. وهو يتحدث ويقول بأنه لو كانت هذه القوى السياسية جنبت المدينة الحرب، السؤال تجنبها في مقابل من؟ من هي الجماعة التي قامت بحمل السلاح لمواجهة اليمنيين والسيطرة عليهم وفرض إرادتها عليهم بالقوة؟ هو لا يتحدث عن هذا الأمر لأنه أمر بالنسبة له محسوم. هناك جماعة يعتقد بأن عليها ومن حقها أن تسيطر على رقاب اليمنيين بالسلاح، وعلى اليمنيين فقط أن يسلموا لكي يجنبوا أنفسهم الخراب والويلات والدمار، لأن محمد طاهر أصبح جزءا من هذه الميليشيات وأصبح صوتا لها، وبالتالي يجب على الناس أن يدعنوا لرغبات محمد طاهر وعلى من شاكلته من كثير من الناس الذين يعملون كأبواق للميليشيات. أصبح هناك حديث متكرر على تعز أن تتوقف عن حمل السلاح على تعز. تعز خرجت في البداية، معروف الكلام، خرجت في البداية بمظاهرة سلمية وهي تدعو إلى الكف عن استخدام القوة ضد السلطة الشرعية، إلى إيقاف الانقلاب، إلى العودة إلى الحوار، إلى مخرجات الحوار، إلى العودة إلى إرادة الشعب. لم يسمع لها أحد، بل الميليشيات جاءت وقتل الناس المتظاهرين أمام مبنى الأمن المركزي في تعز. هل يتذكر الأخ محمد هذه الوقع أم أنه ينساها لمجرد أن يريد أن يتحدث باسم الحديث عن تعز وما تتعرض له، وكأنه في النهاية يبدو حريصا على تعز؟ هذا الخطاب الذي يحاول يستغفل الناس هو خطاب مكشوف وتردده الميليشيات طوال الوقت. تعز يا سيدتي حاملة مشروع مدني، تبحث عن دولة يمنية للجميع وتبحث عن المساواة باعتبارها هي الهدف الأساسي لليمنيين. الذين جاءوا بمشروع من أجل سيطرة السيد والعرق المتفوق على الآخرين، وأن عليهم فقط أن يدعنوا للحكام الجدد لأنهم فقط لديهم مخزون كثير من السلاح ولديهم أسلحة تم السيطرة عليها بالقوة. نعم هذا هو السؤال بالتحديد. نعم هذا هو السؤال أستاذ عبد العزيز، أنقله إلى السيد محمد من صنعاء.
هل نفهم من المنطقة التي تحاول أنت الآن تروجه بأنه أي جهة أو أي طرف يحمل سلاح أو ينهب سلاح أو يستولي على أي سلاح بطريقة غير مشروعة ويعتدي على طرف آخر، على الطرف الآخر أن يذعن للطرف الذي يحمل السلاح أي كانت المبررات؟ وبهذا المنطق يعني هل مثلا إذا افترضنا أن القاعدة أو داعش سيطرت على أي منطقة بقوة السلاح على المناطق أن ترضخ لها حتى لا تعرض نفسها للدمار والخراب كما تقول أنت في منطقك؟ لا، نحن لسنا مع أن تسيطر أي جماعة ولا أي حزب سواء كان أنصار الله أو المؤتمر أو الإصلاح أو الحراك الجنوبي أو غيرهم على الدولة. نحن ندعو دائما كما هو معلوم وكما يعرف كل اليمنيين وجميع اليمنيين من يعني الخارجين عن هذه التوجهات، يدعون إلى حكم يكون فيه شراكة بين الجميع، يتشارك فيه الجميع، وهذا التهويل ومحاولة يعني الحديث في يعني نبرة مناطقية أو غيرها غير مجدية. دعوتنا هو أن يجتمع الجميع من أجل أن يصلوا إلى حكم يكون فيه شراكة. أما أسلوب تخريب المدينة والتمترس بها وتعريض المواطنين للخطر ومحاولة يعني بعض الناس المتعصبين للمقاومة من المنتمين لأحزاب المشترك وغيرهم أن يصوروا الوضع أن تعز كلها يعني مع المقاومة، تعز كلها ضد هذا التوجه، هذا غير صحيح. يوجد كثير يعني من المناصرين للمؤتمر الشعبي العام مثلا في تعز، يوجد كثير من المناصرين للحوثيين أو أنصار الله في تعز، يوجد كثير من المستقلين والعوام الذين ليسوا مع أي طرف. هذا المنطق النرجسي الاستعلائي لدى بعض إخواننا في بعض أحزاب المشترك الذي يحاول أن يعكس. عفوا أستاذ محمد، المنطق الندي أن يدافع الشخص عن نفسه، المنطق الندي أن يدافع أحدهم عن نفسه أو مدينة عن نفسها أو أبناء منطقة عن أنفسهم، أم المنطق الاستعلائي هو من يأتي من 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 عالي الجبال ليعتدي على الآخرين ويدمر مناطقهم؟ أخواننا في تعز، المواطنين أهلنا في تعز يريدون الآن أن يدافعوا عن أنفسهم من بعض ميليشيا المقاومة داخل المدينة التي انتشر فيها السطو المسلح على المنازل وعلى البيوت، وتكلم العالم جميعا. هل سمعت بتقرير منظمة العفو الدولية التي صدر هذا الأسبوع أن بعض يعني هؤلاء الأفراد في المقاومة يعتدون على الطواقم الطبية ويغلقون المستشفيات وغيرها؟ تعز الآن تعاني معاناة هائلة تحت بعض عصابات المقاومة، ليس كل المقاومة. نعم، إذن جيد أستاذ، جيد أستاذ محمد، جيد. إذن أنت تتابع الأخبار في تعز وتعرف أن هناك بعض المشاكل والمناوشات في تعز على مستوى المستشفيات، على مستوى بعض السرقات، هل سمعت بالمقابل عن 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 أن تعز تحولت بالكامل إلى مزارع ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي ألغام في كل حي وفي كل شارع؟ هل تعرف عن قصف عشوائي ومنهجي يومي على تعز من قبل الميليشيا؟ هل تعرف عن تهجير وتفجير منازل؟ يعني هل تعرف عن اختطافات بالجملة لأبناء تعز من قبل ميليشيا الحوثي؟ نعم، أنا أعرف بعض هذه الأشياء وأعلم أن فيها مبالغة، وأعرف كذلك أن كثيرا من جماعات وميليشيا المقاومة أصبحت من داعش، وبعضهم يعني جزء من داعش، جزء من القاعدة، وهناك أيضا من الشرفاء. أنا أفهم هذا الشيء، أعرف أن بعض الناس كانوا يضجون من المقاومة بسبب بعض المقاومة بسبب السرقات، بسبب السطو، بسبب السحل، بسبب القتل. توجد هناك أخطاء من الحوثيين، توجد هناك أخطاء من الجيش اليمني. نعم، إذن سيد محمد، إذن هناك أخطاء، يوجد أيضا من المقاومة أخطاء، لكن النظرة النرجسية لبعض متعصبي المقاومة وأنه لا يوجد شيء، هذا يعرف أبناء تعز الجرائم والسطو والسرقة والقتل الذي يحصل ودخول بيوت المغتربين والنازحين من بعض من يسمى أبطال المقاومة. نعم، إذا يبدو أنك متابع جيد لأبسط الأخطاء المقاومة. جيد أستاذ محمد، يعني أستاذ عبد العزيز، يبدو أن الأستاذ محمد يستند هنا إلى بعض التقارير الحقوقية التي تدين بعض انتهاكات بعض الأخطاء في يعني بين أوساط المقاومة، والتي بطبيعة الحال كما يعرف الجميع تجاهلت الجرائم المنهجة، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان التي تقوم بها الميليشيا التي جاءت إلى تعز معتدية منذ عامين يعني ما يقارب العامين، ولا زالت تصر على استمرار القتل لأبناء تعز وتحشد أيضا لذلك. أعتقد بأن الأخ محمد عليه دائما كما يقال هو يعمل بالمقولة إذا رأيت شيخك يزني فافقع عينيك. هو في النهاية لا يرى الميليشيات إلا لا تقوم إلا بمجموعة أخطاء، والأخطاء البسيطة التي يتحدث عنها هي
زرع مئات الآلاف من الألغام في كثير من المحافظات وعلى رأسها محافظة تعز. تصوري أنه يتم زرع ألغام تأخذ شكل الأشياء الطبيعية كالأحجار والأشجار في بعض المناطق الريفية، من المستهدف من هذه الجرائم الممنهجة؟ ونحن نعرف بأن استخدام الألغام أصبح معاقب عليه دوليا ويدخل ضمن جرائم الحرب. طبعا محمد أنعم لا يريد أن يرى مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل ستجرح مشاعره الرقيقة التي يتحدث عنها، وهو يتحدث عن ما يسمى بانتهاكات خاصة بالمقاومة داخل المدينة، ربما تحدث انتهاكات بسيطة وأعتقد أنه يتم مواجهتها أول بأول، ومع هذا ربما مثل هذه الانتهاكات والأخطاء ستحدث في ظل وضع أصبحت فيه كل الأجهزة غير معطلة بسبب الانقلاب وبسبب ممارسة الانقلاب التي تتم بشكل وقصف المدينة بشكل يومي. الميليشيات التي قصفت ودمرت تعز هي لا تقوم إلا بمجموعة أخطاء بسيطة من وجهة نظر محمد طاهر، لأن هذه الأخطاء البسيطة فقط أدت إلى الأخطاء الكبيرة من قبل المقاومة التي كما قال تتمترس في المدينة، والمدينة وكان عليهم أن يعملوا اتفاقا للخروج للمبارزة خارج المدينة مثل هذا المنطقة السخيف الذي أعتقد لا ينطي حتى على الأطفال، كيف يتم تسويقه من قبل شخص يزعم بأنه باحث ويقول بأنه أيضا مستقل، وأنا لا أدري كيف هو مستقل وهو يتحدث بلسان وهو يتحدث بلسان المجموعة التي تقتل اليمنيين الآن وبنفس اللغة التي يتحدثون عنها. في تعز يا سيدتي قتلت وجرحت 800 امرأة، ماذا قال محمد طاهر؟ حتى لو قلنا بأن هناك حربا وقد تورط فيها الجميع، هناك أخلاقيات للحرب يا سيد محمد، وهذه نص عليها حتى الذين تعتبرونهم من أهل الذمة وقالوا بأنه يجب عدم قصف المستشفيات، عدم قنص الأطفال والمدنيين والأبرياء، عدم ضرب الأحياء السكنية، عدم ضرب المستشفيات والمدارس. التقرير الذي تحدثت عنه لمنظمة العفو الدولية هو تقرير مكذوب بالأصل، هناك أخطاء حصلت حقيقة ببعض المناوشات في بعض المناطق، لكن مستشفى الثورة لم يكن يوما ذكنة عسكرية إلا عندما استخدمه علي عبد الله صالح لقصف المدنيين في 2011 وقصف المظاهرات السلمية، ومع هذا لم تتحدث أي من المنظمات. المنظمات لم تتحدث عن التهديد الذي أطلقه ربما رفيقك أو صديقك قد يكون أيضا مهدي المشاط عندما قال بأنه يتمنى أن يبيد محافظة تعز، قالها في حضرة المجتمع الدولي في حضرة والد الشيخ، وكان يتكلم كما لو كان يتسلى، بينما الأخ محمد طاهر لم يسمع عن هذا الشيء ولم يسمع هذا الكلام، وهو لا يريد أن يسمعه لأنه في النهاية سيخسر المنصب الذي تم تعيينه من خلاله وهو وكيل وزارة التربية قبل أن يكون في النهاية شخص يسمي نفسه قيادي سلفي، وأنا لا أدري ما هي الجماعة السلفية التي ينتمي لها وهو يتكلم عنها. وكان عمل مع جماعة الحكمة ثم انتقل إلى جماعة الإحسان ثم انتقل إلى الرشاد السلفي، وكل هذه الجماعات لفظت وبالأخير ذهب باتجاه عفاش وباتجاه العوثيين لأنهم منحوه المكان التي يبحث عنها، وأصبح في النهاية متحدثا بلسانهم وإن كان يحاول أن يدس السم بالعسل من خلال الحديث نعم عن أن هناك أطراف وأن هناك متمترسين نعم، ولو أننا لا نريد أن نأخذ بالمسائل الشخصية نعم سيد عبد العزيز، لكن يعني ما دام قد تحدثت وأيضا أنت تعرف بنفسك سيد محمد بأنك قيادي في الجماعة السلفية، الجماعة السلفية التي عرف بأن أول من نكلت الميليشيا الحوثية بدأت تنكل بهم، الجماعة التي أنت تدعي أو تتحدث أنت الآن بأنك تنتمي إليها، ثم ذهبت إلى المحافظات لقتالهم، كانت أيضا تعز المدينة التي أنت أيضا تنتمي إليها واحدة من أهداف هذه الميليشيا. بغض النظر عن التفاصيل التي تحدثت عنها وأن أبناء تعز هم المسؤولون عن القتل والتنكيل الذي جرى لهم من قبل من اعتدى عليهم، طالما وقد وجدت هناك جبهتان، يعني لماذا وجدت نفسك تتمترس في الجهة التي يعني في الجهة الأخرى، يعني لماذا لم تذهب بالاتجاه الآخر باتجاه تعز مدينتك وباتجاه الجماعة التي تنكل الميليشيات بها؟ ما هو السبب الذي جعلك تتمترس في الطرف الآخر؟ لا يوجد أي تمترس. المسألة وما فيها أن اليمن هو وطني، اليمن يتعرض لتدخل أجنبي لمحاولة فرض أجندة خارجية أجنبية إقليمية سعودية على بلادنا، يحاول السعوديين عن طريق بعض مدفوعي الأجر من الإعلاميين والسياسيين أن يستغلوا تعز كأسلوب للتحريض المناطقي ولنشر البغضاء والكراهية في بلادنا،
وهذا الشيء يعني لا يمكن أن نقبل به كمواطنين يمنيين نحب بلدنا بشكل رئيسي اليمن ونحب مدينتنا ومحافظتنا كذلك بشكل خاص. نحن نتمنى في بلدنا أن تستمر التعايش. أنا اليمني سواء كنت تعزيا أو صنعانيا أو حضرميا لابد أن أفهم معاني التعايش، أن أحاول إذا حصلت مشاكل، إذا حصلت خلافات سياسية أو عسكرية سواء بين جماعة الحوثي المؤتمر الإصلاح الحراك نحاول أن نصلح بينهم، نحاول أن تكون الكلمة الطيبة والتفاهم. أما محاولة المتاجرة بقضية تعز واستلام أموال من السعودية من أجل التحريض المناطقي أو التحريض المذهبي أو التحريض الطائفي. طيب من هو الجهة سيد محمد، من هي الجهة التي أعلنت هذه الحرب تحت عناوين طائفية وقالت بأنها ذاهبة إلى تعز لمقاتلة الدواعش والتكفيرين؟ ألا يعتبر هذا الخطاب خطاب طائفي بامتياز؟ هناك للأسف الشديد مجموعة من الأفكار، مجموعة من المنطلقات التي ينطلق منها المتعصبون للمقاومة لا أساس لها من الصحة، لا منطلق لها. أصبحت المسألة نعم أستاذ محمد رجاء أنا أسألك عن الحوثيين، نعم أسألك عن ميليشيا الحوثي يبيعون ويشترون، نعم يعني دائما أسألك أنا عن جماعة الحوثي والمخلوع تنتقل للمقاومة. سنعود إلى مشاكل وإشكالية المقاومة والأخطاء التي وقعت فيها خلال هذه الفترة من غياب الدولة، الغياب الذي يعني أيضا أبناء تعز يكون سببا فيه. أنا أسألك عن الخطاب الطائفي الذي قادت الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح حربها ضد تعز تحته، وأنت الآن تنبذ الخطاب الطائفي. الخطاب الطائفي خطاب مرفوض، والذي نشر الخطاب الطائفي هم المقاومة، هم شخصيات سياسية وإعلامية مرتبطة بالسعودية. السعودية تريد أن تدمر بلدنا بسبب يعني تدخلاتها السيئة في مصر ضد الرئيس مرسي وفي دول أخرى متعددة وفي ليبيا وفي سوريا، واليوم أقبلت إلى اليمن هذا النظام البائس الذي يحاول أن يدمر في كل مكان مثل الثورة الهائج. فوجد مجموعة من الذين يقبلون بفتات الأموال من السعودية من السياسيين والإعلاميين، فأصبحوا يتحدثون بمناطقية ومذهبية وطائفية، وهذا يعني أمر سيء. إذا كان الحوثيون مثلا أخطأوا في بعض ممارساتهم وبعض أخطائهم وارتكبوا جرائم وارتكبوا أخطاء، فإنه كان الذي ينبغي أن نتصرف به كأبناء محافظة حضرية هو التفاهم والتواصل والجلوس والتفاوض، لكنها السعودية أخذتها فرصة فتحركت بعض عملائها وبعض الذين يقبلون باستلام الأموال من أجل استخراج النفس المناطقي البغيض والمذهبي والطائفي، وكذلك في عدن وفي الجنوب بعض المناطق الشطري وكلمة تحابشة وكلمة ما أدري إيش، أخرجت هذه الأمراض العفنة كلها من أجل المال السعودي للأسف الشديد. الآن يستقطبون مجموعة من الشباب. طيب أستاذ محمد أنا مضطر أقاطعك وسأعيد السؤال للمرة الثالثة. أنت تتحدث بحماس شديد ضد الخطاب الطائفي. أنا أسألك من الذي أعلن هذا الخطاب الطائفي وقاد حربا تحته واعتبر أبناء تعز وأبناء عدن وأبناء كل اليمن دواعش وتكفيرين؟ من؟ هل المقاومة أطلقت على نفسها هذا الاسم؟ وأنا أجيب للمرة الثالثة. أنا أعرف أن سؤالك ملغم ويريد يعني جواب محدد، لكني أجيب للمرة الثالثة أن المقاومة وبعض أحزاب المشترك هي التي أطلقت الطائفية والمناطقية بخطابها السياسي والإعلامي. نعم إذن أكتفي أنت تجيب على السؤال المرة الثالثة كما يعني كما تعرف، وتحول الأستاذ عبد العزيز. إذن المقاومة والأطراف التي شكلت هذه المقاومة من أحزاب سياسية وأفراد ومستقلين هم الذين أطلقوا هذا الخطاب الطائفي، هم الذين أطلقوا ربما على أنفسهم الدواعش التكفيرين. لا لم أفهم تحديدا يعني ما الذي يقصده الأستاذ محمد بأن المقاومة هي التي أطلقت هذا الخطاب الطائفي ضد نفسها. هذا جانب. الجانب الآخر يعني الحرب بدأت تحت غطاء طائفي وعناوين طائفية، الآن التحشيد الذي يحدث الآن للقبائل وهو خطاب وشحن مناطقي أيضا، يعني الحرب بدأت بخطاب طائفي والآن تستمر أيضا بشحن مناطقي، كيف تقيم هذه المعارك وإلى أين يمكن أن تمضي؟ كل ما يحاول يفعله ضيفك الكريم هو محاولة الاختفاء خلف إصبعه، وسرعان ما يتم فضح نفسه بنفسه وهو يتحدث بصورة واضحة ويتقمص الخطاب الذي تطلقه الميليشيات. السؤال يا سيدتي، من الذي قال بأن ميليشيا كتائب الحسين تحاصر صنعاء؟ ما هو مدلول كتائب الحسين بنظر هذا الباحث الذي يسمي نفسه باحث تاريخي؟
وماذا تريد هذه كتائب الحسين عندما تحاصر صنعاء؟ كتائب الحسين من تريد؟ تريد أن تقاتل أتباع معاوية؟ هل هذا هو الخطاب الوطني والتعايش الذي يتحدث عنه الأخ محمد طاهر؟ التعايش، من قال أنه ضد التعايش؟ اليمنيون كانوا مع التعايش، بالعكس اليمنيين قدموا تنازلات مهولة وهم يبحثون عن التعايش. عندما قبلت كل الأطراف السياسية والاجتماعية والقبلية الجلوس مع ميليشيات إرهابية تقتل وتفجر وتعمل كل الجرائم وأبشعها، وقبلوا الجلوس معها في مؤتمر الحوار الوطني بينما هي تقاتل بالتزامن مع ذلك في مناطق أخرى، وتخرج أهل دماغ الذين ربما كان الأخ محمد يقرب لهم بصلة بطريقة ما، أو ربما كان يعمل بشكل أو بآخر من أجل تقديم معلومات لجهات أو هكذا. لكن مع هذا نقول بأن من هي الجماعة الطائفية التي أعلنت بأنها لديها وثيقة فكرية وقالت بأن الحكم هو من حق السلالة؟ هل هم أبناء تعز؟ هل أبناء تعز هم الذين حملوا السلاح وذهبوا إلى صعدة لمقاتلة ميليشيات عبد الملك الحوثي؟ هل هم الذين ذهبوا لعلي عبد الله صالح إلى صنعاء من أجل قتله وإخراجه من صنعاء؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ هذا الرجل يتكلم بكلام فقط لمجرد أنه يأخذه هكذا لأنه يمثل أيضا منطق جماعة هو أصلا يستفيد منها بشكل مباشر، ويتحدث عن المتاجرين وهو ينسى أنه أول المتاجرين. متى تم تعيينه وكيلا لوزارة التربية؟ هو مدرس بسيط، كيف أصبح المدرس البسيط وكيلا لوزارة التربية؟ ماذا يبحث؟ ما هي المنافع التي يبحث عنها؟ الطائفية هي الخطاب الذي قصمت به إيران ظهر المنطقة. هل هذا الرجل يسمع لتصريحات القيادة الإيرانية وهي تتحدث عن الجيوش الشعبية الشعبية الشيعية المنتشرة في 4 دول عربية؟ هل استمع أو قرأ مثل هذا الكلام؟ هل هو يتابع أصلا أم أنه فقط مبرمج للحديث عن السعودية؟ السعودية لديها أخطاء وأخطاءها كثيرة، من ضمن الأخطاء هي الأخطاء التي أدت إلى تحصين علي عبد الله صالح وأوصلت في جزء منها الجماعات هذه الجماعات الإرهابية إلى صنعاء. لو كان هناك دول حقيقية في المنطقة لما سمحت بهذا التهديد الإيراني أن يصل إلى خاصرة الجنوبية، لكن في النهاية هذه الدول تشتغل بحسن نية وليس لديها أيضا تلك الاستراتيجيات الكبرى من أجل السيطرة على المناطق. لو كانت تفكر بشكل حقيقي لما أوصلت الخطر الإيراني إلى خاصرتها. الإيرانيون يخططون منذ سنوات يا سيدتي من أجل الوصول إلى هذه المناطق. هم من قالوا أنهم أسقطوا العاصمة العربية الرابعة، هم من قالوا أنهم وصلوا إلى باب المندب والأبيض المتوسط، هم الذين شحنوا البلدان بالطائفية السياسية في كل مكان. اليوم المنطقة تشتغل بخطاب طائفي في كل مكان. سوريا مدمرة، حزب الله يسيطر على لبنان بكل تكويناته وهو مهيئ للانفجار. الإيران اليمن انفجرت بمجموعة مغامرة تريد أن تسيطر على الوضع بالقوة وتستقلب ناس من مثل هؤلاء كما يفعل هذا الأخ للدفاع عن هذا المنطق. طيب، منطق أيضا رخيص إلى حد كبير. طيب أستاذ عبد العزيز، تحول إليك أستاذ يعني محمد من جديد. طالما المعركة على هذه الشاكلة، إذا المعركة قائمة، هناك الضحايا يسقطوا بالآلاف من أبناء مدينتك، من أهلك بالتأكيد، من جيرانك، من الناس اللي تعرفهم في محافظة تعز، ألا تشعر بالحزن بالتعاطف مع أبناء تعز؟ يعني أنت كمواطن يمني قبل قليل تتحدث عن وطنيتك وانتمائك لهذا البلد، أتشعر بالتعاطف؟ أتشعر بالحزن بالخجل لما يحدث لأبناء مدينة كاملة من حصار، من تنكيل، من قصف يومي، من ترويع، من ضحايا ألغام وإهانة النساء على مداخل المدن من قبل ميليشيات جاءت من خارج مدينتك؟ أقصد على المستوى الإنساني، أليس لديك أي مشاعر للتعاطف مع أبناء هذه المدينة؟ بلى أنا حزين جدا وأشعر بالتعاطف لهذه الأمور والحزن، وكذلك أشعر بالحزن والغيظ من بعض ميليشيا المقاومة التي تسحل وتقتل وتقدم سمعة سيئة عن مدينتنا وعن أبناء مدينتنا التي عرفت بالتسامح والتعايش والحلول الواقعية. أشعر بالانزعاج الشديد لما ذكرتيه من أشياء، وكذلك لعمليات السطو المسلحة التي طالت معظم منازل التجار من بعض ميليشيا المقاومة ومعظم منازل المغتربين. أشعر بالحزن على الأشياء التي ذكرتيها، وكذلك أشعر بالحزن على القتال الذي يحصل من شارع إلى شارع في سوق ديلوكس للقات وفي غيرها بسبب التنازع بين فصائل وميليشيا المقاومة على الأماكن، والذي يؤدي إلى قتل الناس على المربعات. أشعر بالحزن على إسقاط الدولة في تعز وعلى القتال الذي يجري بين وكيل المحافظة. تشعر بالحزن على إسقاط الدولة في تعز؟ يعني صنعاء لم يسقط فيها الدولة وفي المحافظة التي لم تتشكل فيها مقاومة؟
لا أبدا، أنا أرى أنه في صنعاء، في إب، في الحديدة، في غيرها، ما تزال المحاكم موجودة، الأقسام موجودة، الناس يذهبون إلى جهة واحدة من أجل يعني أن يتحاكموا، توجد دولة تفرض. أما في تعز توجد ميليشيا متقاسمة للمربعات. نعم نعم، نحن نعرف أن هذه المناطق واقعة تحت حكم الميليشيا الانقلابية، أتكلم عن الدولة التي تم إسقاطها في 21 سبتمبر. لا صراحة، الدولة التي سقطت كانت دولة فاسدة غير مأسوف عليها، ونحن لا نريد أن يستمر مثلا أنصار الله والمؤتمر في دولة لوحدهم. نتمنى مشاركة جميع الأطراف اليمنية وندعو إلى هذا الشيء، ولا يستفرد أحد بالقرار. لكن الدولة دولة هادي، دولة غير مأسوف عليها، دولة فساد، دولة كانت كل شهر تقول لن نستطيع أن ندفع المرتبات في الشهر القادم من أجل أن تشحت من الدول الأخرى، دولة كان الفساد ينخرها في كل مكان، دولة غير مأسوف عليها التي سقطت في 21 سبتمبر 2014. لكننا ندعو الآن جميع الفرقاء وفي مقدمة أنصار الله والمؤتمر وأحزاب المشترك والحراك إلى أن يعودوا عن الحرب وعن القتال، وأن يغلقوا لغة السلام ولغة التفاهم والتفاوض حتى تقوم دولة أخرى، دولة نتخلص فيها من فساد دولة هادي. هادي على ذكر هادي، سيد محمد، وأنت يعني تعرف بنفسك على أنك قيادي سلفي، ومعروف بأن التيار السلفي يؤمن بالولاء يعني والطاعة لولي الأمر أيا كان، يعني طالما نحن لا نراك تنتمي إلى تعز، مدينتك أيضا لا تنتمي للتيار الذي أنت ممن مفترض بعقيدته، يعني سلفي على أي أساس؟ نحن نوالي ولاة الأمور، وإذا كانوا يعني ولاة أمور يعني يحققون الحد الأدنى من الدولة. ما مثل هادي الذي جلب العدوان على بلادنا، جلب ضرب الطائرات وقتل 7000 إنسان بحسب تقارير الأمم المتحدة بسبب الضرب، وصالة العزاء التي أدانها العالم كله إلا بعض الموالين للسعودية والذين يستلمون منها، هذا لا يمكن موالاته. هل يوجد إنسان عاقل سواء كان سلفي أو غير سلفي يواليه؟ نحن ولاؤنا لديننا أولا، ثم لوطننا اليمن، مدينتنا تعز، ولأهلنا وشعبنا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون على منطق المقاومة التي تريد أن تتمترس بأهلنا وأبنائنا. ما هو المنطق إذا؟ ما هو المنطق المطلوب؟ طيب سيد محمد، ما هو المنطق الذي يمكن من خلاله إسقاط هذا الانقلاب وصد هذا العدوان؟ التفاوض. نحن التفاوض كان قبل الحرب سيد محمد، التفاوض كان قبل في مؤتمر الحوار، ومن أسقط هذا، وأنت بالمناسبة عضوة في مؤتمر الحوار، مقررات الحوار الوطني، مقررات الحوار الوطني انقلب عليها الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح، وأنت تعرف ذلك. مهما تقاتلنا ومهما تحاربنا في اليمن ومهما حصلت، سوف نصل إلى المفاوضات بعد فترة. لماذا لا نتفاوض من الآن ونجلس؟ يجب أن نحاول. طيب يا أستاذ محمد، أقول لك إحنا كنا متفاوضين وجالسين، من الذي أعلن الحرب؟ يعني ما إحنا يعني في اليمن، في اليمن هي حالة نادرة، عادة في العالم يتحارب يتقاتل المتقاتلون ثم يذهبون إلى تسوية. في اليمن انتهى اليمنيون من تسوية سياسية كاملة توافق عليها كل مكونات البلد بما فيها الميليشيا الحوثية، ثم أعلنوا الحرب عليها وعلى كل اليمنيين. ارجع الى تقرير السيد جمال بن عمر مندوب الامم المتحده السابق، الذي كان ان اليمن يقول ان اليمنيين تفاوضوا وكادوا ان يصلوا الى حل، الا ان السعوديه تدخلت فجاه وضربت وبدات عدوانها، لانها لا تريد ان تقوم يعني دوله خارجه عن سيطرتها وهيمنتها. البعض لا يحب ان يتكلم الا عن ايران وتدخلاتها، ونحن نرفض تدخلات ايران وغير ايران، بينما يجعل السعودية كأن اليمن حديقة خلفية لها تتدخل كما تريد. نريد أن نقطع يد السعودية وإيران والإمارات وقطر وغيرها من الدول أن تتدخل في بلادنا، ونريد من الجميع أن يجلس على طاولة المفاوضات ولا نقبل الحصار. طيب أستاذ محمد، سؤال أخير لك سيد محمد، سؤال أخير. نعم سؤال أخير لك، يعني أنت بحكم أنك الآن متواجد في صنعاء ويعني مصطفى في معسكر الانقلاب مع الميليشيا الحوثية، وأنت بالمناسبة تم إصدار قرار قبل أيام لك كوكيل لوزارة التربية، مع العلم أنك لم تكن معلما في يوم من الأيام، بحكم هذا القرب من هذه الجماعة، هل قدمت لهم نصحا؟ هل فعلت شيئا من أجل تعز ومن أجل المدن الأخرى التي يتم قصفها وقتلها بهذا الشكل المنهج من قبل الميليشيا؟ طبعا المعلومات التي تذكريها أنت يا والأخ عبد العزيز معظمها معلومات غير صحيحة، لكن عموما نحن نبذل. نعم صحيحة، يعني أنت لست وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج؟ لا لست وكيل وزارة التربية،
فنحن نقدم يعني على أي حال القرار موجود ومنشور في كل المواقع أستاذ محمد، فقط أريد أن أعرف من خلال قربك من هذه الجماعة ما الذي قدمته لمدينتك تعز ومن أجل المدنيين في كل اليمن يعني الذين يتضرروا من حكم الميليشيا. قدمنا وما زلنا النصح الكثير والمشورة الكثيرة. كنت في تعز طوال فترة الستة أشهر الأولى من المقاومة والتمترس بالمدنيين، وحاولت أن أنصح إخواني في قيادات المقاومة وأحزاب المشترك أن ما تفعلوه جنون ودمار وسيدمر تعز. وقال المحافظ شوقي هايل سعيد أنعم المحافظ الأخير لتعز. أستاذ محمد يعني طيب حتى عندما سأسألك عن نصائحك التي قدمتها للميليشيا تعود وتقول لي عن نصائحك التي قدمتها للمشترك وأبناء تعز، طيب خلصنا تعز مجرمين وقتل ويقتلوا أنفسهم، هذه خلصنا منها وقد عدتها أمرات كثيرة. أنا أسألك الآن، أنت مقرب من الميليشيا، ما الذي فعلته أنت مع الميليشيا من أجل يعني التخفيف من الضرر على أبناء مدينتك وعلى أبناء اليمنيين في كل مكان من مختطفين ومن معذبين ومن مخفيين قسريا؟ يعني أسألك عن نصحك، وأنت ما الذي قدمته للميليشيا؟ وأنا أحدثك عن ميليشيا المقاومة وأننا نصحناهم. طيب ميليشيا المقاومة اتفقنا، خلاص أستاذ محمد، ميليشيا المقاومة اتفقنا أن أنت يعني مصر بأن هم الذين أعلنوا الحرب على أنفسهم، هم الذي أطلقوا على أنفسهم خطابات طائفية، هم الذين اعتدوا على أنفسهم من خارج المدينة، اعتدوا على أنفسهم، هم الذين تمترسوا في منازلهم، كان عليهم أن يتمترسوا في مكان آخر. خلصنا من موضوع المقاومة ومن أبناء تعز الذين تسببوا في هذه الحرب على أنفسهم. أنا أسألك عن الطرف الآخر، هل ممكن أجد منك إجابة واحدة؟ ذكرت لك لكن ربما لم تسمعي، وأننا نبذل النصح لجميع الأخوة سواء كانوا في أنصار الله أو في المؤتمر الشعبي العام إلى محاولة التهدئة وإلى سحب فتيل القتال أو الأزمة وإلى محاولة الصبر على بعض الإشكالات، ولابد من التنازل للطرف الآخر لأننا في وطن واحد وتجمعنا سفينة واحدة، ومهما تقاتلنا لابد أن نصل إن شاء الله سواء في طرف الميليشيا المقاومة أو في الطرف الذي تسميه أنت ميليشيا الانقلابيين. إذن الطرف الذي أسميه أنا، نعم الطرف، أشكرك أستاذ محمد، الطرف الذي يعني إذن أنت تطلق على الميليشيا المقاومة ميليشيا المقاومة، والطرف الذي نسميه نحن ميليشيا الحوثي على اعتبار أنهم فرقة رقص أو فرقة فنون تشكيلية. أتحول إليك بسؤال أخير أستاذ عبد العزيز المجيدي، على ماذا يراهن الانقلابيون في تعز؟ أعتقد بأنهم يراهنون بدرجة رئيسية على كمية الحقد الدفين الموجود لدى هذه الميليشيات التي تتوارث الحقد منذ قرون على مدينة، هم يعتقدون بأنها دائما ستقف في وجههم وفي وجه أي مشاريع ظلامية يحاولون تعميمها على اليمن. بنفس الوقت أيضا أعتقد بأنهم يراهنون على الاسترخاء الذي يواجه به الوضع في تعز من قبل السلطة الشرعية والتحالف العربي. لدينا 12 دولة ظلت تستمع لمعاناة تعز ووقعها لمدة 13 شهرا على الأقل من الحصار والقتل والتجويع وغيره، وحتى الآن لا نسمع سوى الكثير من الكلام والمناورات عن تحرير تعز وعن عمليات عن إطلاق تعزيزات وغيرها من الكلام. حتى الآن لم نسمع سوى تعزيزات عبر وسائل الإعلام، تعز تستنزف، تعز تقصف تضرب، ولا أدري لماذا أيضا حلف كبير طويل عريض يفرط بأهم ورقة من أوراق النصر الممكنة إذن نعم أستاذ عبد العزيز أشكرك، انتهى الوقت أستاذ عبد العزيز. إذن هم يراهنوا على نقاط ضعف الشرعية وأيضا على الحقد الدفين كما قلت للطرف الآخر تجاه تعز. أشكر ضيفي الكريمين، كان معي من صنعاء القيادية السلفية المقرب من ميليشيا الحوثي محمد طاهر أنعم ومن القاهرة الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي. أشكركم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج، ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.